أستاذة إيمان، في ذات السياق الذي يتحدث فيه الدكتور فتحي الفاضلي، كيف يمكن أن نصل إلى هذا الهدف؟ وما هو الدور الذي ينبغي أن تلعبه الأسرة في هذا الأمر؟ الأسرة دورها الأساسي بالتوجيه الصحيح. الطفل في مرحلة ما يستطيع أنه يختار المدرسة اللي بيقرأ فيها ولا الاتجاه اللي بيمشي له، فاختيار الأسرة ابتداء من غير دورها التربوي، من غير الأب في اختياره، في لأن هي سلسلة، الأب اختياره في الزوجة لأنها الزوجة هي أم الأبناء، من غير الأبناء ونشأتهم، من غير تحري الحلال ثم تحري البيئة المحيطة أو البيئة اللي بنضع فيها هذه البذرة. هل بنحطها في مدرسة عامة بالمناهج مناهج العتيقة للأسف اللي ما زال موجودة الآن، اللي كما أسلفنا كمادة تربية إسلامية في المدارس العامة، مادة ضعيفة جدا جدا، مادة صاير فيها خلط، مادة فيها بعض مثلا الفتاوى غير صحيحة، للأسف مناهج ما زال يقروا في مواد بكلها بالتلقين والحفظ، وأرسم خريطة معليش هنا نستدل بها كمثال لتوزيع الثروة الحيوانية في أمريكا اللاتينية، تعطيه خريطة ليبيا ابتداء وعرفها على مناطقها وعرفها على أماكنها، يجبروا في الأطفال على حفظ أصغر فرعون في العمر ومن هي أمه اللي خدت الوصاية، علموه من هم الأمراء، نعم في حضارة فراعنة، لكن علموهم عزتهم بأمتهم، علموهم من هم الشباب، علموهم من هم الفتية يلي زرعتوا فيهم لا عمر الثانوي، لا هدم مراهقة، لا هدم مراهقين، ويا لطيف كان الله في عونك تقري في ثانوي، هذه يبدو يقبل حتى في التعازي اللي ما بين الأستاذات والأساتذة. أصلا الخلل اللي صار، وسامحوني في هالنقطة، الأخوات المدرسات أمهات الغاليات على قلبي، ولكن المرأة ما تستطيع التدريس البنين في كل المراحل. الثانويات من أكبر الخلل الآن الموجود هو غياب الأستاذ القدوة الرجل، لأنه سبحان الله في المرحلة الابتدائية مقبول إلى حد ما، في مرحلة الإعدادي خلاص حتى نشأة الشاب إن هذا رجل، هذه فطرة الله، البنية محتاجة إلى أستاذة تفهمها، وخاصة بالله عليك في فصل مختلط وبيعلموهم مثلا الاغتسال وبيعلموهم كذا، فأصعب اللحظات تمر على المعلمة وعلى الطلبة. العديد من الأستاذات تسكر المنهج تقول لهم قولوا ماليكم علموه لكم في البيت. إذا هنا الخلل، لو تلاحظوا انسحاب من اللي فاضلين عندنا من المدرسين الآن في المدارس الثانوية، من الذكور عددهم قليل ويناهز عمرهم الخمسينات، لأن ما عادش في أجيال أقبلت عليه تعلم أو إنها يكون معلمين أفاضل. هنا الخلل. الخلل الآخر الله يبارك فيكم، لما اتجاه المدارس، وزي ما قلنا إحنا مثلا دكتور الفاضي تطرق لنقطة التطرف، خليني على نقطة الإفراط، مناهج دين أصبح عندنا عادي، الآنسة عادي تكلم صديقة ما فيش باس، لأن احنا لازم هذه الحضارة، ويعني من أسس الحضارة الكريسمس، المدارس الراقية هذه لازم دي عندها عطلة في الكريسمس، وعندها عطلة في عيد القديس متاع الهلوين هذا اللي يخوف بي، والفالنتاين والأشياء يعني، والأستاذة تحكي لهم على زوجها أو حبيبها، مع احترامي ليكم أو صديقها، شنو هدالها. هنا إخواني أخواتي راهي السموم أحيانا تأتي باعتياد بصري ثم سمعي، بعدين يعيشوه معيشة. الآن نرى أجيال خرجت من الثانويات اسمه محمد أو اسمه عربي ليبي، ولا ينتمي لا لأمة الإسلام ولا لأمة ولا البلاد ليبيا بأي شيء. نعم، وضحت الفكرة أستاذة إيمان.